امتحان ثالث هذا مو معناه خلاص، لا، الامتحان مستمر إلى اللحظة الأخيرة. الامتحان مستمر، فالإنسان لازم دائما يكون منتبه، يتمسك بأهل البيت ويخلص العمل لهم ويتق الله سبحانه وتعالى، لأن الأئمة عبيد لله يشفعون للمؤمنين، بس الشفاعة إذا الله أذن لهم. قل فلله الشفاعة جميعا. حول الملائكة الله يقول لا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني إذا الله رضى من واحد يجون يشفعوا له، مو قوتره هي الشفاعة. أحد يتمسك بهم. الآن شهر المحرم قادم، هذا امتحان جديد أيضا، واحد يتمسك عمله يكون عمل صالح، الشعائر يقيمها بالنحو الذي يرضي الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ما عليه فلان فلان شنو يقول، لا، ما دام العلماء الربانيون ذكروا لك هذه الشعائر فاعملها، لا عليك بفلان وفلان. وضمن الموازين الشرعية واحد لا يتعدى الحدود الشرعية لا سمح الله. والواحد رايح بالمسجد، واحد هو قال لي رحت للمسجد شفت اثنين قاعدين في صف الجماعة منتظرين، يعني جاي للمسجد وهو منتظر للعبادة، وده يتكلمون على فلان يغتابوا. واحد آخر قال لي أنه رايح إلى زيارة الإمام الحسين، شفت اثنين ده يتكلمون قدامي، ده يتكلمون لسه كتاب الزيارة بيتهم، قبر الإمام الحسين أمامهم، ويتكلمون على فلان وفلان بغيبة يغتابون فلان وفلان. زين، هاي طاعة ومعصية، يمكن الطاعة تذهب بالمعصية، يمكن بالعكس حبط العمل يصير. بعض الأحيان المعاصي تسبب أن الطاعات أثرها ينتهي، وأحيانا بالعكس إذا واحد تاب الله سبحانه وتعالى يغفر له، وإذا واحد عمل صالحا ثم عمل معصية يمكن تبطل عمله. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، الصدقة مقبولة يعني إلها قابلية القبول، بس إذا من عليه وأذى بطلها خلص. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فعلى كل حال هذا الامتحان، امتحان الإمام الحسين وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مستمر لأن الله أراد هذا الامتحان. إحنا نحاول أنه ننجح في الامتحان.